أثناء عملية مشتركة بين أفراد فرقة الأمن والتحرير بخنقة سيدي ناجي والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالفيض وبالتنسيق مع عناصر الأمن دائنة زبدة الوادي، مكنت من حجز 14966 قرص مهلوس وتوقيف شخص. جاءت هذه العملية على إثر القيام بنقطة مراقبة وتفتيش. العملية تمت بناء على معلومات واردة لأفراد الكتيبة مفادها قيام شخص بتمرير كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن مركبة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 121 الرابط بين ولاية بسكلة وولاية الواد، وبالضبط بالمكان المسمى واد محانة بلدية الفيض. وبعد مراقبة وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة والتي قدرت ب 14966 قرص مهلوس نوع بريغا بالين 300 ميليغرام، كانت مخبأة داخل علب كرتونية في الصندوق الخلفي للمركبة، ليتم اقتياد المعني لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق وحجز المركبة المستعملة في نقل هذه السموم. تم إنجاز ملف قضائي وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.